أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 7 من السيزون الجديد لبرنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى تحت عنوان هنعمل ريفيجن سريعة كده على منهج أولى ثانوي وثانية ثانوي. أساتذتنا الأفاضل اللي معانا في الاستوديو اللي هنتعرف عليهم دلوقتي مجمعين كم كبير جدا من الجمل، عامله كفرنج لكل البوينتس بتاعت الجرامر في منهج اولى ثانوي وثانيه ثانوي، هنشوفها مع بعض بعد ما نتعرف عليهم. هيكون معنا ان شاء الله في الحلقه مستر احمد عبد القادر. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر احمد، صباح الخير عليك وعلى اسره البرنامج المحترم، وصباح الخير على طلابي جميعا. ويكون معنا ايضا في الحلقه مستر محمود قرطام. صباح الخير يا مستر. صباح الخير مستر احمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين من طلبه وطالبات مصر في جميع ارجاء المعموره، صباح الخير عليهم جميعا. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير مستر محمد سيد. صباح الخير مستر احمد سعيد وطلبه وطالبات جمهوريه مصر العربيه ومدرسي ومدرسات اللغه الانجليزيه. ويكون معنا ايضا في الحلقه مستر احمد بدره. صباح الخير يا فندم. صباح الخير مستر احمد، صباح الخير على كل طلبه وطالبات الصف الثالث ثانوي في كل انحاء مصرنا الحبيب. اهلا بك حبيبي. ويكون معنا ايضا في الحلقه مستر احمد الرزد. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر، وصباح الخير على كل اهلنا وطلاب وطالبات الصف الثانويه العامه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لكم، حلقه ممتعه لطلابنا الاعزاء اللي يشاهدونا. نستكمل مع بعض الحلقه ولكن بعد الفاصل. بشرى هامه لطلاب الثانويه العامه للعام الدراسي 2021 و2022، بادر بحجز نسختك من كتاب مدرس على الهوى في المواد التاليه: اللغه العربيه، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا. كتاب مدرس على الهوى هو كتاب مستقل لكل مادة، يحتوي كتاب مدرس على الهوى في كل مادة على كم هائل من الأسئلة على كل أجزاء المنهج. سوف يتم حل هذه الأسئلة من خلال الشرح والتحليل على الهواء مباشرة في حلقات البرنامج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. توزيع الكتاب هيكون حصري من خلال مؤلفي الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونبدأ الحلقة بتاعتنا مع مستر أحمد عبد القادر، ونستأذن المخرج الجميل يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل يا مستر أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جملة رقم 1 جميلة جدا ولذيذة، عايزكم تركزوا معايا فيها. One of my father's friends space awarded the Nobel Prize in 2000. خلي بالك بقى معايا في الجمله الجميله دي لانها بتوقع طلبه كتير جدا. انا عندي one of مفرد وعندي friends اسمها friends بالمناسبه جمع، طب انا هشتغل بقى على جمع ولا مفرد؟ لا انا بمشي على كلمه one مفرد، يبقى انا عندي where وعندي was وعندي has been وعندي have had been. طبعا قلنا هنشتغل على كلمه one، ف was يا ام has been هستبعد بقى خلاص had where. وعندك indicator في الجمله اللي هي in 2000، دي ماضي بسيط طبعا معروفة، يبقى على طول اختار كلمة was. الجملة الثانية سهلة جدا، بتتكلم على التنسس الأزمنة اللي هي التايم أجريمنت، تاخد بالك منها جدا جدا، معانا ماضي بيمشي مع ماضي. Tourists الجملة نمبر 2، Tourists space women in the sea it was too dirty. Number 1 don't enjoy، B weren't enjoying، C didn't enjoy، و D doesn't enjoy. لسه متفقين دلوقتي ان في حاجه اسمها التايم اجريمنت، يعني ماضي بسيط يمشي مع ماضي بسيط. بص بقى في الجمله معايا كده، هتلاقي الجمله فيها كلمه واز، يبقى انا هبص على طول على الماضي على طول، هستبعد دونت وهستبعد دازنت. طيب التورستس بيتكلم لما كان في البحر او لما كان بيتكلم على الماضي، يبقى didnt enjoy. طبعا عندنا enjoy ما بيجيش في الايه، في الكونتينوس. نمبر 3 ماي كازن سبيس ان كوستاريكا as a child because my uncle was a biologist. نفس النقطة هي بنتكلم على التايم اجريمنت، عندي was في الجملة
فانا افكر على طول في الباست سيمبل. فين الباست سيمبل في الاختيارات؟ مظبوط، هي كلمه ايه؟ ليفد. الموضوع بسيط جدا، التايم اجريمنت ماضي بيمشي مع الماضي في منتهى البساطه. احسنت يا مستر احمد. ننتقل لبيج نمبر 2 مع مستر محمود قرطان. اتفضل يا مستر. صباح الخير على جميع الطلبه والطالبات. احنا عايزين نقول لهم طبعا احنا دايما بنراجع على منهج اولى وثانيه ثانوي، زي ما احنا عارفين ان المنهج ما بقاش مرتبط بالكورس بتاعنا فقط، المنهج بقى مرتبط بالصف الاول والثاني الثانوي. زي ما شفنا السنه دي في الامتحانات الثانويه جمل كتير جدا بتيجي من السنوات السابقه، اولى ثانوي وثانيه ثانوي. فحضراتكم عايزين نركز في الكلام ده، واحنا بنعمل كفرنج لكل الجرامر اللي عدى علينا بشكل ان شاء الله كبير جدا، والنهارده اليوم المفتوح للغه الانجليزيه، فنتمنى لكل الطلبه والطالبات الاستفاده ان شاء الله. لو بصينا في الجمله الاولى في بيج نمبر 2 بتقول as soon as he got off his car he not dead. طبعا احنا عارفين ان as soon as و after when من الروابط المهمة جدا في جميع مراحل التعليم، هي موجودة طبعا في يونت 10 في الصف الثاني الثانوي في الترم الثاني، ولكن احنا عايزين افتر واس سون از وين روابط محتاجة ان انت تركز فيها. افتر واس سون از وين ممكن يجي بعدهم بريزنت سيمبل اور بريزنت بيرفكت وبعد كده فيوتشر سيمبل، وممكن يجي بعدهم باست بيرفكت وبعد كده باست سيمبل. لو جه بعدهم باست بيرفكت يعني ماضي تام، وفي الناحية الثانية باست سيمبل، يبقى عندي حدثين. الحدثين دول حصلوا في الماضي، ولكن واحد خلص قبل الثاني او انتهى قبل الثاني. الحدث اللي انتهى الاول ده بنحطه ماضي تام، والحدث الثاني بنحطه باست سيمبل ماضي بسيط. طيب ممكن افتر واس سون از وين يجي بعدهم باست سيمبل باست سيمبل، ماضي بسيط ماضي بسيط. امتى الكلام ده؟ لو في حدثين الاثنين حصلوا في الماضي بالفعل، ولكن الاثنين اصبحوا متتاليين جدا، الحدثين ورا بعض مباشره، مفيش فاصل زمني. ممكن الاقي في الجمله كلمه immediately at once shortly after او على حسب المينينج بتاع الجمله. يعني انا لو بصيت في الجمله الاولى يبقى احنا اتفقنا افتر واس سون از وين اليوم كام قاعده؟ انا متهيألي حد من المشاهدين والطلبه بيقول لي لهم ثلاث قواعد دلوقتي. القاعده الاولى ممكن افتر واس سون از وين، طبعا هم اكثر من قاعده، ممكن يجي بعدهم present simple future simple او present perfect مضارع تام future simple او past perfect past simple ماضي تام ماضي بسيط. الكلام ده لو في حدثين وفي فاصل زمني بينهم، الحدث الاول ماضي تام، وممكن نقول ثاني افتر واس سون از وين باست سيمبل باست سيمبل لو الحدثين ورا بعض مباشره مفيش فاصل زمن. يعني لو بصينا في الجمله الاولى بنقول as soon as he got out of his car he وبعد كده سبيس يعني نقط وبعد كده did، بيقول لك بمجرد ان خرج من سيارته اطلق عليه النيران حتى الموت. انا عندي في التشويسز بتاعتي had shot و had been shot و was shot و has been shot. طبعا احنا عارفين ان as soon as ممكن يجي بعدها باست سيمبل باست سيمبل، حدثين متتاليين مفيش فاصل زمن. طب الجمله في الباسف، طب الماضي البسيط في الباسيف بيكون من ايه؟ من الاوبجكت، وبعد الاوبجكت واز وير، وبعد كده بلس البي بي التصريف الثالث. طبعا عندي بيقول لك بمجرد من خرج من سيارته اطلق عليه النيران، طبعا هي سنجولر مفرد بتاخد واز وبعد كده البي بي، يبقى الاجابه بتاعتي واز شوت. الجمله الثانيه when the police arrived at the bank they realized that the money not from the beach yesterday. طبعا الواضح جدا في الجمله حاجتين هتخلي بالك معايا، كلمه arrive طبعا احنا عارفين arrive لها حرفين جر، arrive in و arrive at. احنا عندنا ثلاث كلمات بمعنى يصل، كلمة arrive وكلمة reach وكلمة get to. احنا عندنا طبعا arrive بيجي بعديها اما in و at، لو في مكان بعدها كبير مثلا زي مدينة اي سيتي بتاخد arrive in، لو مكان محدود زي البنك مثلا ناخد arrive at. وعندنا كلمة reach يصل الى بدون حرف جر، وكلمة get to يصل الى بتيجي مع الجميع مكان كبير ومكان صغير. طب نشوف الجملة بتقول ايه. when the police arrived at the bank they realized that the money not from the beach yesterday. طبعا الجمله بتقول ان البوليس وصل البنك لاحظ وادرك ان النقود اخذت من على الشاطئ امس. ايه اللي حصل الاول؟ النقود اتاخذت الاول، يبقى احنا قلنا لو حدثين، الحدث الاول اتنين في الماضي، الحدث اللي خلص الاول بنحطه باست بيرفكت يعني ماضي تام، والحدث الثاني بنحطه ماضي بسيط. الاموال تم اخذها اولا وبعد كده البوليس وصل، يبقى اللي حاصل ان الاموال تم اخذها الاول، يبقى الجمله باست بيرفكت ماضي تام، فهو في الماضي التام. طب الماضي التام في الباسيف بتاعه ازاي؟ بالاوبجكت هاد بين ثم البي بي، يبقى الإجابة بتاعتنا had been taken. نيجي على الجملة رقم ثلاثة having not my room looked tidy، وبما أن تم تنظيفها أصبحت حجرتي تبدو مرتبة. إحنا عندنا كلمة having ده conjunction بيجي بعد منه الباست بيرفكت أو البي بي التصريف الثالث. طيب إحنا عندنا بعض الأفعال بيجي بعدها التصريف الثالث زي having، وبعض الأفعال بيجي بعدها ing زي like. الأفعال دي في المبني المجهول بنعمل معها إيه؟ لها قاعدة خاصة. كلمة having في المبني المجهول بنحط بعدها بين بلس البي بي. طب واحده زي لايك بنحط بعدها بينج بلس البي بي. طب انا عايز اقول لك على معلومه ما تنساش، انا قلت لك لايك دلوقتي
بيجي بعدها بينج بلس البي بي. اما لايك لو جاء قبلها وات بيجي بعدها لايك تو بي ثم البي بي. انا سامع حد ممكن يقول لي من الطلب يقول لي هافينج بين كلين، ده اقول الاجابه صحيحه وبما ان تم تنظيفها اصبحت حجرتي تبدو مرتبه. شكرا مستر احمد. احسنت يا استاذ محمود. ننتقل لبيج نمبر 3 مع مستر محمد سعيد، اتفضل يا مستر. نمبر 7 do objects space to her gather, where else can we go? Letter A being taken, letter B be taken, C to be taken, D to being taken. كلمنا مع بعض ان object يعترض على is followed by to plus verb plus ing. Object to يعترض على is followed by to plus verb plus ing. لما نحول طبعا into passive مبني المجهول as Mr. محمود said يبقى to being past participle. So the answer is letter D, to being taken. Number 8. We all avoid space by bad people. Letter A, to meet. B, meeting. C, to meeting. D, being met. We said that avoid, يتجنب. من الأفعال التي يأتي بعدها الverb plus ing. To change into passive للتحويل إلى مبني المجهول, as Mr. Mahmoud said, is followed by being past participle. So the answer is letter D, being met. Number 9. I regretted space football in the street as my leg was broken. Letter A, to play. B, played. C, playing. D, to playing. Regret. طبعا خدنا من الأفعال التي يأتي بعدها to plus infinitive, to والمصدر أو الفعل في ing مع اختلاف كبير في المعنى. الأفعال دي remember, forget, try, stop, regret. Regret لما يجي بعدها to المصدر معناه يأسف أنه مضطر أن يفعل شيء. I regret to tell you that I am not going to come here again. أنا آسف أن أنا مضطر أقول لكم أن أنا مش هاجي هنا مرة تانية. الفعل حدث لم يحدث. طب regret لما يجي بعدها الفعل فانجي ندمان على حدث تم. Okay? So if you so I regretted حدث تم is followed by verb plus ing. So the answer is C, playing. Thank you. أحسنت مستر محمد. ننتقل لبيج نمبر 4 مع مستر أحمد بدرة. تفضل مستر. Question number 10. As I was photographing the castle, my little brother space crying had started. هنا as طبعا يعني في progressive action was photographing. وهنا لو لاحظنا ان في حاجه قطعت البروجريسيف اكشن دي تمام اللي هي ستارتد كراينج اللي هي لحظه بدايه البكاء تمام يبقى هنا سيمبل اكشن كلمه ستارتد. كويستشن نمبر 11 سلمى ووز ترافلنج اراوند اندونيسيا وين شي هير ليج. برضه هنا لو لاحظنا في ووز ترافلنج في كونتينوس او في بروجريسيف اكشن تمام الناحيه الثانيه على طول بعد وين يبقى برضه في ممكن حسب الverb تمام في A هنا broke was breaking في C broken وفي letter D breaks. تبقى هنا طبعا the answer is broke طبعا simple action طبعا في الpast تمام. Question number 12 Dina was playing music while we space to her. برضو هنا برضو نفس الفكرة was playing music في while في وسط الجملتين في هنا عندنا two actions at the same time. في two actions at the same time. الاثنين في أحداث progressive زي was playing music هي بتعزف الميوزك وفي نفس الوقت برضو كنا إحنا were listening to her. Two actions يعني are at the same time. يبقى هنا the answer is were listening. أحسنت مستر أحمد. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مستر أحمد رزق. تفضل مستر. نمبر 13 Have you finished your homework? Space. You are very quickly. It chooses. Letter A هتبقى yet. B ever. C already. D just. طبعا لو بصينا الجملة هنا tense عندنا have you finished ده زمن مضارع تام. Have you finished your homework? طبعا ده صيغة سؤال. السؤال في المضارع التام بنحطه في نهايته أحد الكلمتين yet أو already. Yet بتستخدم للتأكد من انتهاء الفعل. اما already بتستخدم للتعجب. طبعا لما نكمل هو قال له you are very quickly فهنا هو بيتعجب من سرعته في حل واجبه او الانتهاء من واجبه فهنا ده اسلوب تعجب
هنستخدم أو الاختيار الصح يبقى كلمة already اللي هو letter C. Sentence 14 جملة number 14 I faced some problems with my breathing lately. It chooses have been, have had, am being, am having. طبعا عندنا indicator أو keyword في الآخر اللي هي كلمة lately. دي من الكلمات الدالة على ايه present perfect أو زمن المضارع التام البسيط. طبعا عندنا المضارع التام اللي chooses عندنا فيه have been ده مضارع تام, وعندنا had برضو مضارع تام. بس لوجود كلمة problems هي بتاخد verb to have ما بتاخدش verb to be, فالإجابة الصحيحة هنا هتبقى letter B have had. Sentence number 15 She hasn't met us the last time we were in Port Said together. It chooses while, when, for, since. طبعا هنا هو عاوزنا نختار conjunction رابط. طبعا هنبص على الزمن او التنس اللي عندنا قبل السبيس اللي هو hasn't met هنلاقوه present perfect, والتنس اللي عندنا بعد السبيس هو كلمة where past simple. طبعا الرابط اللي بيجي قبل منه present perfect وبعد منه past simple هو كلمة since, فالاختيار الصحيح هنا هيبقى letter D since. احسنت يا مستر احمد. ننتقل لبيج نمبر 6 مع مستر احمد عبد القادر. اتفضل يا مستر. ركزوا معايا يا اولاد بقى في الجمله اللي جايه دي, بس انا مش قبل ما اشرح الجمله عايز بس انوه على حاجه جميله. countable وuncountable nouns درس من الدروس اللي ملوش مقابل عندنا في العربي, عشان كده بيعمل لك confusion يعني تخليك ترتبك. countable يعني لا تعد. يعني ايه لا تعد؟ يعني مفرد ليس لها جمع بالانجلش مش بالعربي, عشان في كلمات هقولها دلوقتي لها مفرد بالعربي ولها جمع. الدرس ده ليس له مقابل في اللغه العربيه, ركز معايا. يعني عندي countable يعني مفرد تعد ولا تعد. countable يعني مفرد ولا جمع, زي boy boys girl girls student students مفرد ولا جمع. مفرد بتاخد a وan وبتاخد s عند البلورال اللي هو الجمع. لا تعد uncountable يعني مفرد ليس لها جمع, زي ايه الكلمات دي؟ زي كلمه money, زي كلمه exercise, زي كلمه music, baggage, luggage وكلمات تانية كتير. الكلمات دي مفرد ليس لها جمع. يعني ايه مفرد ليس لها جمع؟ يعني الفعل بتاعها بياخد اس, يعني بتاخد از ما بتاخدش ايه ار, بتاخد واز ما بتاخدش وير. ركز بقى معايا في الجمله في صفحه بيج 6 الجمله رقم 16 سبيس اكسرسايز كيپس يور بودي فيت سو يو شود جوين ا جيم كلاس. لسه قايل لك دلوقتي ان اكسرسايز كلمه لا تعد يعني مفرد ليس لها جمع. طيب بتيجي معايا الكلمات اللي لا تعد دي بقى, بتيجي مع كلمة ماتش, وممكن تيجي مع ألوت لو معاها أوف. طبعا ميني وفيو اللي في التشويس عندنا مش هتنفع لأنها بتيجي مع الكلمات الجمع. يعني أقول ميني بروبلمز ميني ستودنتس, جملة اكسرسايز أنكاونتابل يعني مفرد ليس لها جمع, فعلشان كده هنختار كلمة ماتش. بيج أو جملة رقم 17 ركز بقى في الجملة دي. باج أوف ماني معناها شنطة فلوس. سبيس فروم ماي فاذر while walk last night. لسه قايل لك دلوقتي ان كلمه money uncountable. يعني ايه uncountable؟ يعني مفرد ليس لها جمع, مع ان المعنى بالعربي يديك ان هو جمع. لا انا قلت الدرس ده ليس له مقابل في اللغه العربيه, ركز معايا. bag of money شنطه فلوس دي مفرد على طول singular يعني مفرد. فين المفرد في الاختيارات؟ was stolen وعندي is stolen. انا لسه قايل لك من دلوقتي في indicator كلمه داله على تنس. لو بصينا في الجمله هتلاقي كلمه last night. last night معناها ان الليله اللي عدت, يبقى على طول هختار الجمله رقم اول واحده اللي هي واز ستالين. يجي بقى الجمله الاخيره ركز معايا فيها شويه. ار ذير سبيس بسكتس, اسمها بسكتس بالمناسبه مش اسمها بسكتس, ليفت ام ستارفين. الجمله دي سؤال. لما تيجي تبص على التشويس في جملتين كلمتين من التشويس دي بتيجي في السؤال, يا اما كلمه اني يا اما كلمه ماتش. هو الراجل جعان وعايز ياكل اي حاجه وخلاص, فبنختار كلمه اني وبتيجي في السؤال دايما, احفظها كده. احسنت يا مستر احمد. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مستر محمود اورتون. اتفضل يا مستر. ورجعنا لكم تاني حبايبنا, وما زلنا في المراجعه على منهج الصف الاول والثاني الثانوي. والبيج اللي معانا دلوقتي اللي هي بيج نمبر 7 فيها درس مهم جدا, بتتكلم عن الفيوتشر فورمز, طرق التعبير عن المستقبل. احنا عارفين ان في عده طرق للتعبير عن المستقبل. في مثلا بريزنت سيمبل المضارع البسيط, احنا عارفين بيعبر عن المستقبل مع التايم تيبل المواعيد الثابته وبعض الرابط. وعندنا البريزنت كونتينوس المضارع المستمر, وعندنا الفيوتشر سيمبل المستقبل البسيط,
وعندنا المستقبل التام اللي هو perfect future او future perfect، وعندنا near future المستقبل القريب. اكتر من طريقه بتعبر عن المستقبل. طب احنا كل طريقه لها دليل علشان نختارها. لو بصينا في الجمل دي او الدرس ده هنلاقيه موجود في سنه ثانيه ثانوي في يونت 3 وموجوده في سنه اولى ثانوي في يونت 5. طب نيجي نقرا الجمل الاولى كده او الجمله الاولى معانا، بتقول we made all the arrangements، وبعد كده we space a wedding party، احنا اعددنا كل الترتيبات لذلك سنقوم باعداد حفل زفاف. احنا عندنا كلمه arranged او prepared او كلمه arrangements او ما في معناهما، كلمه arranged بمعنى رتبه وكلمه prepared بمعنى عد او جهزه. الكلمات دي او ما في معناهما زي تدينا حاجه تدينا معنى الترتيبات بنختار واحنا مغمضين ال present continuous المضارع المستمر. يعني لو بصينا في الجمله we made all the arrangements we not a party a wedding party، يبقى الاجابه طبعا احنا قلنا مضارع مستمر في وجود كلمه arrangements يبقى are giving. الجمله اللي بعدها مهمه جدا، the sky is clear i think it not، السماء صافيه اعتقد نقط. احنا عندنا هنا في حاجتين بتدل على اختيارين معينين، عندي the sky is clear ده evidence دليل، وعندي think من الكلمات اللي بتيجي مع will. احنا عندنا طبعا الدليل بيجي مع am is are او be going to، وعندنا think بتيجي مع will plus infinitive. طب نعمل ايه في الجمله اللي زي دي؟ اقول لك احنا الدليل اقوى طبعا ما فيش كلام، بقول لك the sky is clear i think it نقط، السماء صافية أعتقد يبقى الجو مش هيمطر. أنا قلت لك الدليل بيجمع am is are going to، يبقى الإجابة is not going to rain، يبقى الجو مش هيمطر. عايز أقول لك على شيء، ما تنساش إن personal qualities الصفات الشخصية ما بتجيش مع going to، لا تعد دليلا. أما أقول لك مثلا صلاح is a skillful player، صلاح لاعب مهاري، ما نقولش going to، نقول he will score a goal، هيسجل هدف. لكن أقول لك صلاح is alone with the goalkeeper انفراد بالجون، يبقى هي از جونج تو، الصفات الشخصيه بتيجي مع ويل وليست دليل. نيجي على الجمله اللي بعدها، سبيس في اول الجمله وبعد كده تو كندا تومورو، يس ده صيغه استفهام، يس اي هاف جوت ذا تيكت اند ذا فيزا. لو بصينا في الجمله هنلاقي في اخرها انا حصلت على التذكره والتاشيره. خلي بالك انا قلت لك كلمه arranged او prepared او ما في معناهما، حاجه تدينا معنى كلمه arranged الترتيب او الاعداد، بنختار present continuous مضارع مستمر. خلي بال حضرتك، يبقى الاجابه عندي letter b are you traveling. شكرا مستر احمد. احسنت مستر محمود. ننتقل لبيج نمبر 8 مع مستر محمد سعيد، اتفضل يا مستر. بنتكلم طبعا عن درس جميل جدا اللي هو obligation and necessity، الضروره والالزام، وده درس من الدروس طبعا الشيقه معانا. عندي طبعا obligation and necessity in the present في المضارع بستخدم must، يجب ان، must equals بتساوي have to or has to equals have got to or has got to equals it's necessary to equals it's a must to. عندي obligation in the past، ضروره والزام في الماضي، في كلمات عندي بتدل على الماضي، yesterday last ago in the past once once upon a time in او اي زمان في الماضي، يبقى ال past من have to او has to، had to كان مضطر ان، equals it was necessary to. عندي future in the obligation in the future، ضروره والزام في المستقبل، will have to equals it will be necessary to. بعد كده بنتكلم عن lack of necessity، عدم الضرورة وعدم الإلزام. نفي must ايه؟ طبعا سامع شباب كتير بيقول لي must نفيها mustn't، أقول له إجابة خطأ. نفي must عدم ضرورة أو عدم إلزام، don't have to or doesn't have to. نفي need، don't need to or doesn't need to. وفي عندي needn't ناخد بالنا منها، needn't is followed by infinitive without to. نفي is necessary to، it's not necessary to. عدم ضرورة وعدم إلزام in the past في الماضي، didn't have to equals it wasn't necessary to. عندي طبعا في المستقبل عدم الضرورة وعدم الإلزام، won't have to equals it won't be necessary to. لو بصينا مع بعض page 8 number 22، poor Hani space go to hospital yesterday after he hurt his hand. لو بصينا كلنا مع بعض على yesterday، من علامات simple past، ضرورة وإلزام في الماضي، على طول كلنا طبعا هنحل ونقول الإجابة letter C had to. well done. number 23، when you go to Alexandria you space visit the library it's amazing. نسيت أقول لحضراتكم إن must ليها استخدامات عديدة غير ضرورة وإلزام. must تستخدم أيضا strong advice للنصيحة القوية، and warm invitation ودعوة حارة. it's also used for استنتاج deduction.
So when you go to Alexandra, you, the answer is letter B, must. Strong advice. Number 24, you space word the car. The man at the garage will wash it tomorrow. يجب أن تغسل السيارة. الرجل اللي طبعا في الجراج سوف يغسلها. يبقى عدم ضرورة أو عدم إلزام زي ما احنا قلنا. Letter D, needn't, is followed by infinitive. Thank you. أحسنت مستر محمد. ننتقل لبيج نمبر 9 مع مستر أحمد بدرة. تفضل يا مستر. Question number 25. I don't read as space books as you do. في عندي هنا أربع اختيارات. Much, more, most, many. هنا في الجملة هنلاحظ كلمة بوكس هي كلمة طبعا countable وهي في صيغة plural جمع يبقى مش هينفع معاها غير كلمة mini. طب ليه؟ much محتاجة حاجة تكون uncountable, more جملة هنا ما فيهاش أي comparison تمام, وكلمة most برضو ما عندناش حاجة superlative يبقى the answer is mini. Question number 26. As the space student in our class. في عندي هنا intelligent, في more intelligent, في less intelligent, في most intelligent. هنلاحظ الجملة فيها طبعا تفضيل أو superlative. هنا فضلنا عزة عن كل الكلاس, وهنا محتاجين نعمل يعني صفة من الدرجة الثالثة. يبقى قدامنا ناخد كلمة أو الاختياري دي most intelligent عشان نعمل superlative. Question number 27. London is space beautiful than Amsterdam. هنا في comparison بين جدا في كلمة than في الجملة. يبقى أنا محتاج أخد يعني adjective أو أخد أو أعمل adjective من الدرجة الثانية. أعمل comparison. أنا عندي هنا more و as و much. So يبقى the answer is more عشان تبقى more beautiful than. يبقى احنا فضلنا London عن أمستردام أكثر جمالا من أو لندن أكثر جمالا من أمستردام. أحسنت مستر أحمد. ننتقل لبيج نمبر 10 مع مستر أحمد الرز. تفضل. طبعا في بيج نمبر 10 يا شباب احنا عندنا أحد أهم دروس اللغة الإنجليزية وهو ريبورت سبيتش أو الكلام المنقول أو الكلام الغير مباشر لو ممكن نقول عليه indirect speech. طبعا في الدرس دوت احنا عندنا we have three kinds of sentence, ثلاث أنواع من الجمل. statement الجملة الخبرية, والorder أو imperative الجملة الأمرية أو الأمر, وعندنا الquestion السؤال. لو جينا للجملة الخبرية يبقى عندنا الفعل القول ممكن يبقى told تمام, وده دايما بيجي بعد منه object أو addressed person شخص إيه مخاطب. وعندنا said تمام برضه فعل قول بس ما بيجيش بعد منه addressed person أو شخص إيه مخاطب. أداة الربط عندنا في الجملة الخبرية بتبقى that تمام. طبعا عندنا ال I وال me وال my وال mine و myself بنبدأ نغيرهم على حسب ال speaker المتكلم تمام. أما ال you وال you وال your yours yourself أو yourselves بنبدأ نغيرهم على حسب ال addressed الشخص المخاطب. طبعا المفروض لو فعل القول عندنا ماضي زي told أو said مثلا بنستخدم أزمنة الماضي. يعني لو عندنا مضارع بسيط المفروض بيتحول ل past simple ماضي بسيط. لو عندنا present continuous بيتحول الى past continuous ماضي مستمر. لو عندنا present perfect بيتحول الى past perfect ماضي تام. لو عندنا مثلا present perfect continuous بيتحول ل past perfect continuous ماضي تام مستمر. لو عندنا modal verb في المضارع زي مثلا can to be could will to be would shall to be should may to be might. لو عندنا must to be had to. طبعا احنا المفروض بنحول الازمنه دايما من مضارع لماضي, ولو ماضي بنحولوها للزمن الاقدم اللي هو الماضي التام. فالماضي البسيط بيتحول لماضي تام past simple يبقى past perfect, وعندنا زمن مثلا past continuous يبقى past perfect continuous. طيب في اربع حالات ما بتغيرش فيهم الازمنه. اول حاله لو فعل القول عندنا اللي هو told او said لا مكتوب present بقت tells او say او says او tell, في الحاله دي ما بنغيرش الزمن. إذا كان الكلام قيل منذ لحظة قصيرة يعني يجي يقول لي she has just said, عندنا كلمة has just أو كلمة just بتدل إن الكلام اتقال منذ لحظة قصيرة جدا فالتنس ما يتغيرش. لو عندنا الجملة بتعبر عن fact حقيقة برضو ما بنغيرش. في الحالات التانية والتالتة من إيه من if برضو ما بنغيرش الأزمنة
تمام شباب. وطبعا عندنا مثلا ماست لو بتستخدم لتعبر عن قوانين مثلا ما بتتحولش ما بتتغيرش، في حالات كتير في عدم التغيير. تمام، لو جينا الجملة عندنا number 28 she told her mother that she spits the bed 2 hours before has made was making had made would make. طبعا عرفنا ان الجملة هنا reported عشان عندنا فعل القول told. طبعا لو بصينا في الاخر عندنا indicator اللي هو 2 hours before ساعتين من قبل. طبعا دي المفروض كانت في اصل الكلام 2 hours ago، يبقى كان اصل الكلام past simple ماضي بسيط. الماضي البسيط زي ما اتفقنا بيتحول ل past perfect ماضي تام اللي هو بيكون من had plus past participle، فالإجابة الصحيحة هنا هتبقى had made. في sentence 29 بيقول لنا the officer spaced the soldier to fire on the enemy. The officer الضابط الجنود أن يطلقوا النار على العدو. wondered تساءل، inquired استفسر، ordered أمر، begged توسل. طبعا عندنا هنا دي imperative جملة أمرية، وطبعا هنا عندنا الأوفيسر الضابط مع السولجرز طبعا هو أكيد هيديهم أمر ويأمر يعني ordered، فالإجابة الصح هنا تبقى ordered. طبعا في الجملة الأمرية بنربط بتو المصدر اللي هي to fire، لو أنا عاوزه يعمل الفعل مش عاوزه يعمل الفعل هنقول له not to، not to plus infinitive الفعل في المصدر. جملة number 30 بيقول لي I asked Ali where space his new laptop. طبعا برضو report speech كلام ما نقول عرفنا من وجود كلمة asked. تمام، طبعا ده سؤال، في السؤال احنا بنربط بإما أداة الاستفهام إن وجدت اللي هي هنا عندنا where اللي هي موجودة بعد كلمة علي، أو بنربط ب if أو whether لو السؤال بيبدأ بفعل مساعد. أهم حاجة في السؤال اللي احنا بنقدم السبجكت على ال helping verb أو بنقدم الفعل على الفعل المساعد. تمام، ولازم برضو التنس عندنا يبقى ماضي. فالجملة بتقول I asked Ali where he spaced his new laptop. The choose had he bought, he has bought, he had bought, has he bought. طبعا الماضي عندنا had he bought اللي هي letter A و he had bought اللي هي letter C. طبعا احنا اتفقنا هنقدم السبجكت على ال helping verb، ما ينفعش نقوله had he، فالإجابة letter A خطأ والإجابة الصحيحة تبقى letter C he had bought. شكرا لك مستر. احسنت يا مستر احمد. ننتقل لبيج نمبر 11 مع مستر احمد عبد القادر، اتفضل يا مستر. ركزوا معايا يا اولاد بقى، لو انت طالب مركز معايا لغايه دلوقتي يبقى انت طالب اسمك اوتستاندينج، يعني طالب متميز، او بنعتبرك من الاليت الناس الصفوه المتميزين. درس جميل جدا، قبل ما اقرا الصفحه ما بيركزش فيه غير الطلبه اللي هم شطار جدا. اقول له درس المودلز الافعال الناقصه، اسمه المودلز. كم فعل هم 10؟ ركز معايا، كان، قد، شال، شاد، مي، مايت، ويل، واد، ماست، اوت، تو. كل واحدة من دول لها استخدامات كتيرة جدا، ركز معايا عشان الدرس ده محتاج ايه؟ فوكس عالي. أنا مش هتكلم كتير فيه، لكن هركز على الجملة بتاعتنا اللي عندنا دلوقتي اللي هي قاعدة شود. شود أصلا معناه يجب، يو شود ستادي هارد، يجب أن تذاكر بجد. لكن في قاعدة تانية عايزك تركز معايا فيها اسمها شود بلس هاف بلس بي بي، اللي هي قاعدة البليمنج، اللي لما تيجي تلوم واحد كان المفروض تعمل كذا، كان المفروض تذاكر، كان المفروض ما تضيعش وقتك، كان المفروض، اسمها should have زائد البي بي لما تيجي تعمل blaming. ولو انت طالب شاطر برفع الفوكاب بتاعك كمان، زود عندنا كمان فعل اسمه rebuke، ار اي بي يو كي اي بي كده صاير. وعندي كمان كلمه اسمها scold، اس سي او ال دي. تاني should have plus بي بي، لما تيجي تلوم واحد كان المفروض تعمل بس هو ما عملش فهو ندمان. العكس بتاعها shouldn't plus have زائد البي بي. ممكن ازود كلمه كمان في should have plus البي بي، ممكن ازود عليها ought to have زائد البي بي، والعكس بتاعهم طبعا او الاوبوزيت بتاعهم shouldn't have زائد البي بي. والقاعده الثانيه المشهوره برضو اللي بتساويها نفس المعنى needn't have زائد البي بي. انت كده لاحظت معايا حاجه، should شكلها مثبت لكن معناها منفي. اما تقول I should have studied hard معناها كان من المفروض ان انا اذاكر بجد بس انا ما ذاكرتش. shouldn't have ما كانش المفروض بس انت ايه عملت للاسف. القاعدة الثانية عشان نخش على الأسئلة could have زائد البي بي، ركز معايا في دي، ترجمتها كان بمقدوري أن أفعل ولكنني فعلت البديل. I could have stayed up late، أنا كان ممكن أسهر، but I slept، ولكن أنا فضلت إن أنا أنام. يبقى أنا عندي should have زائد البي بي، عكسها shouldn't have زائد البي بي، الاتنين عكس بعض، و could have والبي بي. نبص كده على الأسئلة بتاعتنا، مخرجنا الجميل في بيج 11 31 I space practiced. يا ريت تاخد بالك من البرونسيشن بتاعك النطق بتاعك practiced بالتي،
playing in the piano last week, but I was lazy and now regret it. بقول له أنا كان المفروض أمارس البيانو, أعزف على البيانو, ولكن أنا كنت كسول وأنا ندمان إن أنا ما عملتش كده. يبقى كان من المفروض أن, يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ should have, اللي هي أول واحدة تنفعش طبعاً. should أنت ما تنفعش. 32 اللي هي الجملة اللي بعد كده, you space at your sister, you know it would make her unhappy and it was the wrong thing to do. بقول له أنت عارف إن هي هتزعل وبتتضايق وكانت حزينة, أنت ليه بتعمل كده؟ فهو أكيد بيقول له إيه؟ بيلومه, ما كانش المفروض تعمل كده. يعني اللي هي ايه على طول, هي رقم سي, shouldn't have shouted. الجمله الاخيره اللي هي 33, I space travel to Alex by train but I went by car. بقول كان بمقدوري ان اسافر بالايه, كان ممكن اسافر بالقطر ولكن انا فضلت ان انا اروح بالقار بتاعتي. يبقى ده كان قدامه ايه, يعمل حاجه بس عامل البديل اللي هي على طول قاعده ايه, could have. يبقى الاجابه الصحيحه رقم بي, could have traveled. Thank you مستر احمد. احسنت مستر احمد. ننتقل لبيج نمبر 12 مع مستر محمود قرطان. اتفضل يا مستر. حبيبنا طبعا انتوا اكيد لسه معانا وبنراجع معاكم اهم النقاط الموجوده على منهج اولى وثانيه ثانوي. وبيج نمبر 12 درس مهم جدا جدا جدا, بيتكلم عن اف. طبعا كلنا بنسمع كلمه اف بنتذكر جميع المراحل التعليميه, اولى ثانوي, ثانيه ثانوي, ثالثه ثانوي, درس لا غنى عنه طبعا في جميع المناهج التعليميه. طبعا احنا عارفين اف في الزيرو تايب وفي الفيرست وفي السكند وفي الثيرد. احنا عارفين ان كل واحده لها شكل معين. الزيرو تايب بتتكون بريزنت سيمبل, بريزنت سيمبل, مضارع بسيط, مضارع بسيط. طبعا الحاله الفيرست بتتكون بريزنت سيمبل, فيوتشر سيمبل, مضارع بسيط, مستقبل بسيط. وممكن طبعا احنا عارفين بريزنت سيمبل وفي الناحيه الثانيه فعل امر عند عدم وجود فاعل. طبعا اف الثانيه بتتكون من اف باست سيمبل وفي الناحيه الثانيه وود بلس الانفينيتيف. في اف الثالثه اللي هو الثيرد تايب بتتكون من اف باست بيرفكت ماضي تام وفي الناحيه الثانيه وود هاف بلس البي بي. طبعا احنا عارفين ان ده شكل اف وكل واحده من اف دي لها بدائل. يعني اف الصفريه مثلا البديل بتاعها كلمه وين. اف الاولى لها عده بدائل, ان كيس مثلا او ان كيس اوف. احنا عارفين ان كيس فولود باي سنتنس, ان كيس اوف فولود باي فيرب اي ان جي, وعندنا شود وعندنا انليس وعندنا اكتر من بديل طبعا لاف الايه الاولى. اف الثانيه لها اكتر من بديل برضو, بديلها برضو ممكن تيجي معاها ان كيس اوف او ان كيس او شود بلس الانفينيتيف, او طبعا وير. وير لها اكتر من شكل, وير سبجكت تو بلس الانفينيتيف, او وير سبجكت يعني وير زائد فعل وبعد كده ناون اور ادجكتيف. وعارفين طبعا بدائل اف هاد. طبعا اف الثانيه بدلها هاف هاد, بس هاد بلس سبجكت بلس ناون, شيء يمكن امتلاكه, خلي بال حضرتك. وطبعا عارفين انليس بدائل اف الاولى والثانيه والثالثه. وما تنساش ان كلمه سبوزنج وكلمه ايماجين وسبوز غالبا في صيغه استفهام بديل اف الثانيه غالبا. وما تنساش حاجه مهمه جدا, اي شيء مخالف للواقع اف الثانيه مباشر. طيب مخالف للواقع يعني مثلا اقول بدون الشمس, بدون الكهرباء, بدون كذا, بدون كذا, دي اف الثانيه مباشر, لان ده شيء اسمه تخيل والتخيل يندرج تحت اف الثانيه. نيجي على اف الثالثه, طبعا لا عده بدائل من بدائلها هاد او هادنت او طبعا انليس, بس طبعا هاد او هادنت بلس فاعل اللي هو سبجكت يعني بلس البي بي. طب نيجي نشوف الجمل كده ونطبق على الكلام ده. مخرجنا الجميل هيجيب لنا صفحه 12 على الشاشه كده. الجمله بتقول 34 بتقول اف اي وير اي دكتور اي نو ات يو, لو كنت طبيب كنت هساعدك. طبعا معروف اف اي وير يو ده مصطلح معروف, او اف اي وير اي دكتور معروف ان هو مصطلح بيندرج تحت اف الثانيه اللي هو باست سيمبل وود بلس الانفينيتيف. طب حد ممكن تلميذ يقول لي مش اي بتاخد واز؟ اقول له طبعا واز مش مشكله, مش غلط, ولكن في التخيل بنفضل ان احنا نستخدم وير مع السنجولر سبجكت مع الفاعل المفرد للدلاله على الاستحاله ان ده مش هيحصل اصلا, ده مجرد تخيل. اف اي وير اي دكتور, لو كنت طبيب اي نو ات يو كنت هساعدك, لو كنت طبيب اي وود هيلب يو. يبقى الاجابه ليتر سي. نيجي على الجمله الثانيه, نقط اي لايون سبيس في اول الجمله كده وبعدين اي لايون, هي وود بي فرايتند, لو كان شاف الاسد كان هيبقى خائف. خلي بالك ما تنساش ان كلمه فرايتند وفرايتنج, فرايتند شخص خائف, اما فرايتنج شيء مخيف. طبعا احنا عارفين من بدائل اف الثانيه, احنا قلنا بدائل اف الثانيه اف هي سيز دي اف الاولى معروف, اف هي هاد سين اف الثالثه ما تنفعش, انليس هي سيز دي انليس جامع اف الاولى بريزنت سيمبل. طب الحل بتاعي وير بلس سبجكت بلس تو الانفينيتيف, يبقى وير هي تو سي. يبقى الاجابه لان بدائل اف الثانيه وير سبجكت تو بلس الانفينيتيف. ما تنساش ممكن وير سبجكت وبعدها ناون اور ادجكتيف. نيجي على الجمله نمبر 36, هاد هي تيكن ا تاكسي, هي نوت ات ذا ستيشن ان تايم,
لو كان أخذ التاكسي كان هيبقى في المحطة في الوقت المناسب. هنبص في الجملة، طبعا الجملة بدأ بهاد وبعدها سبجكت وبعدين البي بي، يبقى وانا مغمض هاد هنا بدأ الاف الثالثة مش اف الثانية، يعني هاد لو جي بعدها سبجكت وبعد كده ناون او شيء يعني شيء مملوك، هذه اقار، هذه فري تايم، هاد وبعد كده خلي بال حضرتك شيء مملوك، يبقى بدأ الاف الثانية. اما هاد بلس فاعل بلس سبجكت بلس البي بي يبقى بدأ الاف الثالثة، يبقى الإجابة بتاعتي would have arrived. شكرا مستر احمد. احسنت يا استاذ محمود. ننتقل لبيج نمبر 13 مع مستر محمد سيد، اتفضل يا مستر. اتكلمنا طبعا عن نمبر 37. When he comes I space my task so I can't go out with him. طبعا وين ليها اشكال عديده، هنتكلم طبعا عن وين زي مستر محمود ما قال بي بعدها present simple، present simple بتساوي ايه في حاله صفرين. طب لو بصينا هنا comes present simple، يبقى وين present simple طبعا future مستقبل. عندي انواع المستقبل will do is going to do will be doing will have done. لو بصينا على الجمله الاخيره I can't go out with him، مش هقدر اروح معاه، يبقى حدث سوف يستمر في وقت معين في المستقبل. The answer is letter B will be doing. 38 she is punctual، punctual منضبط. she space late، عندنا مع بعض adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار، بتيجي كلنا عارفين بتيجي قبل الفعل وبتيجي بعد verb to be. لو بصينا عندي verb to be am او is او are، so the answer is letter C is never late. Number 39 it's important space rest between study sessions، كلنا خدنا مع بعض it's is followed by adjective is followed by 2 plus infinitive. So the answer is well done letter A to take. Thank you. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل لبيج نمبر 14 مع مستر أحمد بدرة. تفضل يا مستر. Question number 14. The man space wrote this poem is from Alexandria. في عندي كلمة what which who whose. هنا طبعا الاختياري بتاعنا هيبقى who. طب ليه طيب؟ كلمة the man طبعا person، كلمة هو طبعا refers to a person. كل الاختيارات التانية يعني مثلا what which whose مش مناسبة، ده مش هتشير لشيء أو لحد عاقل يعني. 41 he married the girl space father is the manager of the company whose whom that who. في عندي هنا في الجملة position، طبعا كلمة father المفروض ان في حاجة قبلها omitted محذوفة، كلمة her father her father هنشيل كلمة هير طبعا عشان ما نكررش الكلام، حط كلمة هوز عشان نثبت ان في بوسيشن في الجملة. يبقى he married the girl، يبقى الاختيار الصح بتاعنا letter A he married the girl whose father هو تزوج الفتاة اللي ابوها is the manager of the company. Question number 42 this is the jacket space my grandmother made. في عندي كلمة what which who where. في عندي كلمة هي طبعا كلمة the jacket بعدين نعمل reference كلمة the jacket وهي كلمة غير عاقل طبعا، يبقى هنحط كلمة which هي الاختياري المظبوط. شكرا مستر احمد. احسنت مستر احمد. ننتقل لبيج نمبر 15 and the last one مع مستر احمد الرزد، تفضل يا مستر. question number 43 او في الجمله في بيج 15 احنا بنتكلم على future perfect او زمن المستقبل التام، اللي هو في الاكتف في المبني المعلوم بيتكون من will plus have plus past participle. لو الجملة passive بيتكون من will بعد كده have بعد كده been plus past participle. عندنا الindicators أو الكلمات الدالة عليه تبقى عندنا كلمة by زائد وقت محدد في المستقبل أو نحطه in زائد فترة في المستقبل، والin بيبقى المدة دي بتنتهي بأبوستروف s لو هي مفرد أو s أبوستروف لو هي جمع، بيجي بعدهم كلمة by. لو بصينا question number 43 by 2050 the population of Egypt will space to nearly 100 million. طبعا لو بصينا في اول الجملة عندنا by 2050 طبعا by زائد وقت محدد في المستقبل، فزي ما اتفقنا هتبقى future perfect، هو حطت لنا will قبل السبيس ففضل لنا have plus past participle، فالإجابة الصحيحة هنا هتبقى have grown letter B. question number 44 سؤال رقم 44 I space my education in 3 years time finish will have finished will be finished.
finish will finish. طبعا لو بصينا عندنا في نهايه الجمله ان 3 years time بتدل على الفيوتشر بيرفكت اللي هو الاختيار الثاني لتر بي، فالاجابه الصح عندنا يا شباب هتبقى will have finished. The last one الجمله الاخيره يقول the bridge space by the end of this year. طبعا عندنا by زائد وقت محدد في المستقبل اللي هو the end of this year، يبقى زمن الكلام عندنا future طبعا perfect. طبعا the bridge مش هيقدر built مش هيقدر يبني، فالجمله عندنا هنا passive مبني المجهول، فالاختيار الصحيح بتاعنا زي ما قلنا هيبقى will have been built. Thank you مستر احمد. احسنت مستر احمد. مستر احمد عبد القادر، لو عندك اي رسائل سريعه او نصايح للطلبه بتاعتك في مستهل الحلقات بتاعتنا وبدايه العام الدراسي الجديد اتفضل. اتس اوكي. اوكي سريعا كده بس عايز انبه على الكومبيتيشن اللي قال مستر احمد، عندنا مسابقه على مستوى الجمهوريه واتمنى ان شاء الله وارجو ان احنا كلنا نصيب فيها باذن الله، في درع القناه وفي مبلغ محترم زي مستر احمد ما قال، وطبعا الاجانب بيقولوا ماني از اني، الفلوس بتحرك الواحد شويه، في موتيفيشن انت تتحرك. بالنسبة للإنجليش طبعا عايزك تعمل فوكس شوية على الفوكاب، احنا عندنا الفوكاب بتاعتنا ضعيفة شوية، يعني عايزين الجرامر كده كده بالكامل هتاخده إن شاء الله. انتبه معانا في الحلقات بتاعتنا، برنامج محترم جدا جدا، في يعني حاجات في منتهى الجمال بصراحة جدا، مدرسين في منتهى الروعة، فأنا عايزكم تركزوا وعايزك تبقى عندك بيشنس، صبر شوية، صبر وارفع الليسننج بتاعك، اسمع أكتر وخلي البيشنس عندك عالي، إن شاء الله توصل اللي أنت عايزه بإذن الله وزيادة بإذن الله. مستر احمد. مستر محمود ارطوم، تحب تقول ايه لمتابعي برنامج مدرس على الهواء على كل مستوى جمهوريه؟ احب اقول لهم الاول نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتم تكونوا استفدتم النهارده، ونعدكم بمزيد من التقدم ان شاء الله والتطور. احنا معانا اعلام مميز جدا مستر احمد السعيد بينتقي مجموعه المدرسين اللي بيظهروا على الشاشه، ما فيش كلام، يعني حضراتكم مجموعه الاستاف الموجود النهارده يعني مدرسين من خيره الناس، واللي جايين النهارده ما تنسوش ما تقوموش من قدام الشاشه، النهارده يوم المفتوح اللغه الانجليزيه. طبعا مستر احمد اتكلم عن المسابقه مش عايزين نتكلم فيها كتير، طبعا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتم حضراتكم تشاركوا معانا ويكون لنا نصيب. وما تنسوش حضراتكم من جد وجد ومن زرع حصد، لا تؤجل عمل اليوم الغد، وربنا سبحانه وتعالى بيقول خلي بال حضرتك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الطلبه والطلبات ما تتخضش، انت في اول السنه لسه قدامك بدري، نظم وقتك، رتب نفسك، وتابعنا طبعا في الحلقات، وكل سنه وانتم طيبين، نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. احسنت يا مستر محمود. مستر محمد سيد، تحب تقول للطلبه بتاعتك؟ باختصار شديد اقول لهم براكتس ميكس بيرفكت، في الممارسه اتقان. يا ريت حضرتك اللغه الانجليزيه ما ذاكرهاش كماده للنجاح والرسوب، بل هي لغه. لغه ان شاء الله you are going to be the best. Do your best with our teachers and Mr. Ahmed Saeed. You are the best. Thank you. مستر محمد. مستر احمد بدره، تحب تقول للطلبه بتاعتك؟ احب اقول لهم لكل مجتهد النصيب، واقول كمان نحل كتير ترانسليشنز، نحل كتير كومبريهنشن، مش بس نعتمد على يعني مثلا تشوز بس او كده، احنا يعني طول السنه كده نشتغل برضو حاجات زي الكومبريهنشن والترانسليشنز علشان ننمي برضو الثروه اللغويه بتاعتنا، ونتابع مدرس على الهواء لان ده برنامج ان شاء الله هيبقى احد السورسات المهمه جدا 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 للطلبه عشان تجيب الفول مارك في اللغه الانجليزيه مع مستر احمد سعيد. شكرا مستر احمد الرزد. تحب تقول للطلبه بتاعتك؟ طبعا بننصح الطلبه to do their best ان هم يبذلوا قصار جهدهم، ان هم start early يبدأوا برضو بدري، تمام organize their time ينظموا وقتهم، study hard يذاكروا بجد طبعا، and follow our episodes، تابعوا حلقاتنا يا جماعة مع مستر احمد السعيد، لان ان شاء الله هتلاقوا معلومات مفيدة جدا في اللغة الانجليزية، لان بفتخر ان انا جزء من الفريق ده. شكرا مستر احمد، شرفتونا وحلقة من الحلقات ممتعة، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة، وتمنيات القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا. بشرى هامة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 و2022.
بادر بحجز نسختك من كتاب مدرس على الهوى في المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا. كتاب مدرس على الهوى هو كتاب مستقل لكل مادة. يحتوي كتاب مدرس على الهوى في كل مادة على كم هائل من الأسئلة على كل أجزاء المنهج. سوف يتم حل هذه الأسئلة من خلال الشرح والتحليل على الهواء مباشرة في حلقات البرنامج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. توزيع الكتاب هيكون حصري من خلال مؤلفي الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.